سواء كان الفوسفيتس او البروتينيز او اي حاجه ثانيه. البي دي تعني انايمز بصوره اجماليه. Under resting condition, there is an outflow of potassium ions. Notably, low concentration of potassium in the extracellular fluid. تركيز البوتاسيوم في الاكستراسيلر فلويد زي ما حضراتكم عارفين is about 4 مليمول. فتحت تأثير الكونسنتريشن جريدينت ده البوتاسيوم بيخرج من جوه لبره من خلال تشانلز تعاملتوا معاها قبل كده وعرفتوا اسمها، اسمها The Inward Rectifying Potassium Channel. The Inward Rectifying Potassium Channel بتسمح بخروج البوتاسيوم من داخل الكاردياك مايوسايت الى الخارج تحت تاثير الكونسنتريشن جريدنت. بس برضه انا عرفتم ان الممبرين بتاع المسل فايبر زي النيرف فايبر is selectively permeable، يعني بيسمح بمرور بعض الموليكيولز والايونز بصوره اسهل من الاخرين. الفوسفيت والبروتينيتس اللي موجودين جوه في الانتراسيلر فلويد ما بيقدروش يعبروا الممبرين بنفس الدرجه، وبالتالي البوتاسيوم بيطلع ويسيب وراه جوه الانايونز بتاعته، فيبتدي يتولد الكتريكال جريدينت، تتراكم شحنات موجبه بره وتتراكم شحنات سلبه جوه، اللي انتم اخذتوه قبل كده تحت عنوان سيلكتيف بيرميابيليتي. البوتاسيوم بيطلع وكل شويه بوتاسيوم بيطلعوا بيزودوا البوزيتيف تشارجز بره ويزودوا النيجاتيف تشارجز اللي هم سايبينهم وراهم جوه. يبقى كل ما يطلع بوتاسيوم اكتر كل ما يبقى فيه بوتنشال ديفرنس ما بين جوه المصل وبراها اللي بنسميه الكتريكال جريدينت. حركه البوتاسيوم من جوه لبره باتجاه السهم الاخضر ده تحت تاثير الكونسنتريشن جريدينت بتفضل تستمر لغايه ما يتولد منها الكتريكال جريدينت. هو الالكتريكال جريدينت تاثيره ايه على البوتاسيوم؟ بيحاول يرجعوا تاني لجوه لان جوه بقى نيجاتيف والبوتاسيوم بيحمل شحنات موجبه. فمحاوله البوتاسيوم للخروج دلوقتي بيقاومها مين؟ قوه جذب داخليه من الانايونز اللي قاعده جوه، وكمان الحقيقه قوه تنافر بينها وبين البوتاسيوم اللي سبق وخرج بره. يبقى الالكتريكال جريدينت دي قوه عكسيه بتحاول تقلل او توقف خروج البوتاسيوم تحت تاثير الكونسنتريشن جريدينت. طب امتى حركه البوتاسيوم هتتوقف؟ لما القوتين اللي مؤثرين عليه دول يتساووا. هو مين اللي بيتغير فيهم؟ اللي بيتغير فيهم الالكتريكال جريدينت. كل بوتاسيوم بيطلع بيزود الالكتريكال جريدينت. يفضل الالكتريكال جريدينت ده يزيد 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 لغايه ما يصل الى قيمه تساوي في المقدار تأثير الكونسنتريشن جريدينت، ويعني اتجاه عملها عكسي. يبقى الالكتريكال جريدينت عاوزه ترجع البوتاسيوم لجوه، والكونسنتريشن جريدينت عاوزه تضغ البوتاسيوم لبره. نصل لحاله الكوليبريم، الاتزان، تتوقف حركه البوتاسيوم عندها. البوتنشال اللي لازم نوصل له عشان حركه البوتاسيوم من جوه لبره تتوقف يطلق عليه اسم الاكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم، واللي عرفته قبل كده انه قيمته ماينس 94 ملي فولت. طيب كمان الصوديوم موجود في الاكسترا سيلر فلويد بتركيز عالي حوالي 145 ملي مول، وبالتالي في فرق في التركيز بين الصوديوم بره الصوديوم جوه. فالصوديوم بيحاول يخش من بره لجوه، لكن زي ما عرفتم البرميابيليتي اوف ذا ميمبرين لصوديوم اندر ريستنج كونديشن is very small، وبالتالي دخول الصوديوم زي ما السهم موري دخول محدود. لو ادينا له فرصه يفضل يخش تحت تاثير الكونسنتريشن جريدينت، هو دخوله مش بيتكون شحنات موجبه جوه؟ ويسيب وراه بره الشحنات السلبه بتاعته اللي كانت صاحبته بره؟ يبقى برضه هيفضل يخش لغايه ما الشحنات اللي جوه تزيد لدرجه انها
تمنع اي مور صوديوم من الدخول، يعني حركه الصوديوم هي كمان تصل الى ايكوليبريم اتزان. الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم قيمته بلس 61 ملي فولت زي ما حضراتكم عارفين. بس عشان مش الصوديوم بس اللي بيخش، ده صوديوم والكالسيوم. الصوديوم والكالسيوم، طب الكالسيوم ده بيخش ليه رقم؟ الكالسيوم بيخش برضه لان تركيبه في الاكسترا سيلر فلويد اعلى بكتير قوي من تركيبه في السيتوبلازم جوه في المصل فايبر. فاذا عندنا بوزيتيف ايونز بتحاول تخش صوديوم وكالسيوم. الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم قيمته 61 ملي فولت بلس 61 ملي فولت. يعني حركه الصوديوم تحت تاثير الكونسنتريشن جريدينت بتاعته من بره لجوه لن تصل الى حاله استقرار، يعني تتوقف الا لو الممبرين بوتنشال وصل الى بلس 61. يعني يبقى هو بوزيتيف بالنسبه لبره والفرق 61 ملي فولت. طيب هو ريسك الممبرين بوتنشال كام؟ قيمته قد ايه؟ ماينس 90 ماينس 90 ملي فولت. طب اسال سؤال قد يكون منطقي جدا بس يمكن ما سالتهوش قبل كده. هو اندر ريسكينج كونديشن كده لما الممبرين بوتنشال قيمته واحد ناقص 90 ملي فولت، هل البوتاسيوم وصل للإيكوليبريم بتاعه؟ يعني هل حركة البوتاسيوم من جوه لبره كده مستقرة توقفت؟ يعني أندر ريستنج كونديشن، لأن الممبرين بوتنشال قيمته ناقص 90 ملي فولت والإيكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ناقص 94، فالبوتاسيوم هيستمر في الخروج. ما هو مش هيوصل خروج إلا لو الممبرين بوتنشال وصل كام؟ ماينس 94. هو ريستنج ماينس 90 بس، يبقى مش مبطل خروج. طب وطبعا الصوديوم عند ريستنج ممبرين بوتنشال اللي قيمته ناقص 90 ده هل بطل دخول؟ اه طبعا، ده بعيد قوي عن الايكوليبريم بتاعه. طيب انتوا خدتوا كل اللي انا قلته ده في عنوان الريستنج ممبرين بوتنشال، ازاي الريستنج ممبرين بوتنشال بيتكون. بس اضفت له حاجه مهمه، هو الرول بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتعمل ايه؟ بتاخد ثلاثه صوديوم ايونز من جوه السيل تطلعهم بره، وبعدين تاخد اثنين بوتاسيوم من بره تدخلهم جوه. فبلغه الكهرباء بتطلع ثلاثه بوزيتيف تشارجز بره وبتدخل اثنين جوه، يعني المحصله هي ان في واحده بوزيتيف بتطلع من جوه لبره، بتزود البوزيتيفيتي بره وتسيب وراها نيجاتيفيتي جوه، يعني بتساعد في تكوين الريستنج ميمبرين بوتنشال. يعني بصوره مختصره كده، الريستنج ميمبرين بوتنشال سبب سيلكت بيرميابيلتي اوف ذا ميمبرين ان مور بيرميبل تو بوتاسيوم ذان صوديوم، ودوز نوت بيرميبل تو انترا سيلولار انايز. التوليفه دي كده خلتني اوصل لميمبرين بوتنشال مقداره ناقص 90 ملي فولت بمساعده الصوديوم بوتاسيوم بامب. بس زي ما ذكرنا من دقيقه ان عند قيمه الريسنج ميمبرين بوتنشال لا البوتاسيوم بطل يخرج ولا الصوديوم والكالسيوم بطلوا يخش، في كونتينيوس ليك اوف بوتاسيوم من جوه لبره وفي كونتينيوس ليك اوف صوديوم من بره لجوه، وفي كونتينيوس انترنس اوف صوديوم وكالسيوم اكتر واكتر اثناء الاكشن بوتنشال اللي هيحصل في الكارديك ماسل فايبر. الله، طب ما لو الموضوع ده استمر على كده ان البوتاسيوم عمال واحده واحده يسرسب لبره والصوديوم والكالسيوم عمالين واحده واحده يسرسبوا لجوه، هيتطور الامر في النهايه بعد وقت قد يكون ساعه قد يكون يوم قد يكون شهر، انه الايونيك كومبوزيشن اللي انا ذكرته في بدايه كلامي ان البوتاسيوم جوه كتير وبره قليل هيتغير. البوتاسيوم عمال يطلع والصوديوم عمال يخش، طب ده الدنيا هتتلخبط. يبقى لازم يكون في ميكانيزمز تعيد الامور الى ما كانت عليه. يعني البوتاسيوم اللي بيحاول يدفع زياده ده حد يدخله، والصوديوم اللي دخل ده حد يطلعه، والكالسيوم اللي دخل حد ايه؟ يطلعه. بيتم هذا الموضوع من خلال ايونيك بامبس اند ايونيك اكسشينجر، نوضحهم في الرسم اللي جايبه
اول واحده واللي انتوا عارفينها واللي جربناها من دقيقه هو صوديوم بوتاسيوم بامب اللي هنا ممثله بالشكل الاحمر ده. بتعمل ايه؟ بتاخد البوتاسيوم من بره تدخله وبتاخد الصوديوم من بره من جوه تطلعه. معروف والكلام ده بنسبه 3 ل 2 عارفين. تاني ميكانيزم يبقى الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب اللي بتشتغل بنسبه كام؟ 3 ل 2. كمان في كالسيوم اي تي بيز بامب. كالسيوم اي تي بيز بتعمل ايه؟ بتاخد الكالسيوم من جوه وتطلعه لبره. كمان في ميكانيزم ثالث ارجوكم خدوا بالكم منه لانه بيلعب دور هام جدا في وظيفه الكارديك ماسل. هنذكره النهارده وهنرجع نكرره كتير قوي في المقرر بتاعنا. هو ميكانيزم بنسميه صوديوم كالسيوم اكستشينجر. صوديوم كالسيوم اكستشينجر يعني بيبادل الصوديوم بالكالسيوم. يعني بيعمل ايه بالظبط؟ ممكن ياخد صوديوم من جوه يطلعه بره وفي المقابل ياخد كالسيوم من بره يدخله جوه. وبيشتغل بنسبه 3 صوديوم الى 1 كالسيوم. بنسميه عشان كده اكستشينجر، بيبدل صوديوم بكالسيوم. ممكن ياخد صوديوم من جوه يطلعه بره بس في المقابل بيدخل كالسيوم من بره لجوه. بس خدوا بالكم ان الاكستشينجر ده ممكن يشتغل بطريقه عكسيه. يعني ممكن يعمل العكس، ياخد صوديوم من بره يدخله جوه وياخد كالسيوم من جوه يخرجه بره. وده واضح في الرسم ان السهم ده ماشي في اتجاهين. والسهم ده ماشي في الاتجاهين، يعني الاكستشينجر ده يقدر يدخل صوديوم ويطلع كالسيوم او يدخل كالسيوم ويطلع صوديوم. طب هو ده بيشتغل بمزاجه يعني؟ لا، بيشتغل اكوردنج مين اللي جوه كتير. لو جوه الصوديوم كتير والكالسيوم قليل يقوم ياخد الصوديوم يطلعه ويدخل كالسيوم. ولو العكس، لو الكالسيوم جوه هو اللي كتير يقوم ياخد الكالسيوم يطلعه ويدخل بداله صوديوم. يبقى اتجاه عمل الصوديوم كالسيوم اكستشينجر ده بيعتمد على ايه؟ على تركيز الصوديوم والكالسيوم انسايد ذا ماي سايد. اللي كتير بياخد يطلعه ويدخل التاني بداله. تفهم؟ اللي كتير الاكستشينجر ده ياخد يطلعه ويدخل التاني بداله. الصوديوم جوه كتير الاكستشينجر ده ياخده يشيله لبره ويدخل مطرحه مين؟ كالسيوم. طيب. في دواء مشهور قوي بيستخدم في علاج امراض القلب. الدواء ده اسمه ديجيتاليس. ركزوا معايا في الكلمتين دول لو سمحت. الدواء اللي اسمه ديجيتاليس ده تاثيره ايه على القلب؟ انه بيقلل نشاط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. بيقلل نشاط الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب ولما الصوديوم بوتاسيوم بامب الاكتيفيتي بتاعتها بتقل يحصل ايه؟ الصوديوم جوه اكتيفيتي ما حدش بياخده بره، مش كده؟ يبقى ده هيزود الصوديوم جوه. الديجيتاليس هيعمل انهبيشن الصوديوم بوتاسيوم بامب يقوم يرفع تركيز الصوديوم جوه الكارديك مايوسايت. يقوم الاكستشينجر دلوقتي هيشتغل ازاي؟ هياخد الصوديوم يطلعه ويدخل بداله كالسيوم. مهم جدا الفانكشن دي للدراج ده لانه كده بيزود كميه الكالسيوم جوه الكارديك ماسل فايبر وده بيخليها تعمل كونتراكشن اقوى. عشان كده الديجيتاليس ده من الادويه اللي بتستخدم لعلاج ضعف عضله القلب. لو عاملينها تشتغل بصوره اقوى بنديلهم المرضى دول ديجيتاليس. بيعمل ايه ديجيتاليس؟ هو بصوره مبدئيه كده انهبيتور اوف صوديوم بوتاسيوم بامب ميكانيزم. طب ولو بقت انهبيتد الصوديوم محدش بيخرج تركيزه جوه هيزيد. يقوم الاكستشينجر دلوقتي يشتغل بصوره عكسيه، يعني ياخد الصوديوم يطلعه ويدخل كالسيوم. يقوم يرفع تركيز الكالسيوم جوه الماسل فايبر يخلي الماسل تعمل سترونجر كونتراكشن. طيب وناتي الى فكره اساسيه ومهمة وبالغة العمق وبالغة الروعة في نفس الوقت تخلي الهارت مختلف تماما
عن الاسكيب المصري. وهذه الفكرة هي ايه؟ افكركم اللي خدتوه في الاسكيب المصري. الاسكيب المصري دي قعدت حالها ما بتعملش كونتراكشن الا لما ايه؟ لما يوصل لها نيرف امبلس من خلال الموتور نيرف سبلاي بتاعها، وعن طريق عمليه نيورو ماسكيلر ترانسميشن ينتقل النشاط من الموتور نيرف الى المصل عن طريق الاسبايل كولين. تقوم المصل يحصل فيها اكشن بوتنشال يعقبه مصل كونتراكشن. يبقى السكيلتال المصل مش هتشتغل في جسمنا الا بناء على اشاره عصبيه وصلها، يعني ما تقدرش تشغل نفسها. يعني بالعربي كده لو قطعت الموتور نيرف which is supplying the skeletal muscle، المصل دي هتبقى paralyzed مشلول. واضح؟ طب وماذا عن الهارت؟ الهارت مختلف تماما. القلب يقدر هو شخصيا يعمل انيشيشن للاكشن بوتنشال بتاعه، هو اللي يولد الاكشن بوتنشال عنده. يعني مش مستني اشاره من اي نيرف سبلاي تعمل فيه اكشن بوتنشال ويعقبه كونتراكشن. هو عنده المقدره انه يعمل انيشيشن او اكشن بوتنشال. يعني الهارت ممكن يشغل نفسه هو في الحياه كده. هتقول له الله ده ما هو ليه نيرف سبلاي سمباثيك وباراسمباثيك. بس السمباثيك والباراسمباثيك دي وظيفتهم فقط ايه؟ ان هم يعدلوا طريقه ادائه، اسرع ابطا اقوى اضعف كده. لكن هل هم اللي بيشغلوا؟ لا مش هم اللي بيشغلوا، هو بيشغل نفسه. هو بيشغل نفسه يعني هو اللي بينشئ اكشن بوتنشال. يبقى اكشن بوتنشال ان ذا كارديك ماسل فايبرز are initiated spontaneously. يعني ايه spontaneously؟ يعني ذاتيا بدون احتياج لاي مؤثر خارجي، لا اشاره عصبيه ولا اي حاجه ده بفضل مجموعه من السيلز موجوده في الهارت تعرف باسم البيس ميكر سيلز. يبقى هي البيس ميكر سيلز هي سيلز متخصصه في الانيشيشن اوف الكتريكال اكتيفيتي ان ذا هارت. موجوده فين السيلز دي؟ السيلز دي موجوده في ما يعرف بالكوندكشن سيستم ان ذا هارت، اللي في الرسم ده موضح باللون الاصفر، مكونه من ثلاثه ستراكشرز وفروعها. اول ستراكشر اسمه ساينو اتريال نود، او اختصارا بنسميها اس اي نود، اللي هو اللي انا مشاور عليه ده. ده عباره عن ستراكشر موجود في الرايت اتريال بالظبط، ده ما هو باين قريب من فتحه السوبيريور فينا كافا في الرايت اتريال. دي الاس اي نود. كمان في اي بي نود اللي هو اختصار لايه؟ اتريو فنتريكولار نود. مكانها فين؟ في الرايت اتريوم برضه، بس ناحيه الفنتركل تحت عند السيبتوم اللي بين الاتريوم اليمين والشمال، المنطقه دي اهو اللي انا مشاور عليها دي اسمها ايبي نود. بيطلع منها باندل اوف ذا فايبرز بنسميها الباندل اوف فيز، او ساعات بيسموها اتريو فنتركولار باندل. بتمر من الايدي نود وتخش للفنتركل. يبقى حد شاطر يقول لي يبقى بتعدي منين؟ بتعدي من الفايبر سرينج اللي ذكرناها امبارح. مش انا امبارح قلت لكم ان في من الاتريا والفنتركل في فايبر سرينج بتفصل ما بين الاتريا فوق والفنتركل تحت. الحاجه الوحيده اللي بتعبرها وتقدر توصل اشارات كهربائيه هي الباندل دي. لكن الباندل دي اللي اسمها باندل اوف هيز او اتريو فنتريكولار باندل هي كابل التوصيل ما بين الاتريا فوق والفنتريكال تحت. بتعبر الفايبرس ديسك اللي بين الاتريا والفنتريكال. طيب نزلت بتروح متفرعه على تو برانش اليمين والشمال زي ما انتم شايفين.
وبعدين الفروع هي تبتدي تتفرع لفروع اصغر. هذه الشبكه من التفرعات بيطلق عليها اسم المتشفى اسمه بيركنجي، فبيطلق عليها البيركنجي سيستم او البيركنجي فايبرز. يبقى الكوندكشن سيستم بتاع القلب مكون من ايه بقى؟ اس اي نود، اي بي نود، اي بي باندل او باندل اوف هيد يعني، والبيركنجي سيستم. السيلز اللي هذه الاستراكشر بالاربعه بتعرف باسم البيس ميكر سيلز. ليه هي بيس ميكر سيلز؟ لان هذه الخلايا عندها المقدره انها تعمل انيشيشن اوف اكشن بوتنشال سبونتينيوسلي تاني. كلمه سبونتينيوس يعني ايه؟ ذاتيا من نفسها. طيب الاكشن بوتنشال اللي بيحدث في هذه الخلايا اللي اسمها البيس ميكر سيلز بنسميه بيس ميكر بوتنشال. بنسميه ايه؟ بيس ميكر بوتنشال. يمكن ان ينشا في احد ثلاث مناطق في الكوندكشن سيستم، يا في الاس اي نوت، يا في الاي بي نوت، يا في البركنجي سيلز. البيس ميكر سيلز كان سبونتينيوسلي اند ريجولارلي انشيت اكشن بوتنشالز. ما تنسوش الجمله دي، انا كاتبها لوحدها في شاشه لوحدها عشان ما حدش ينساها ابدا. البيس ميكر سيلز اللي هي موجوده يا اما في الاس اي نود او في الاي بي نود او في البركنجي سيلز كان سبونتينيوسلي اند ريجولارلي انشيت اكشن بوتنشال. قلنا سبونتينيوسلي يعني ايه؟ ذاتي لوحدها. وريجولارلي يعني ايه؟ بصوره منتظمه. يعني ايه منتظمه؟ يعني متكرره، تطلع اشاره وبعدين اشاره وبعدين اشاره للابد من ساعه ما نتولد لغايه ما نموت. ريجولار امبولسز عماله تطلع من السيلز دي. وكل اكشن بوتنشال او بيس ميكر بوتنشال بيطلع من هذه الخلايا بينتشر في كافه ارجاء الكاردياك ماسل ويحدث فيها اكشن بوتنشال تعمل كونتراكشن. يبقى كل اكشن بوتنشال بيطلع من البيس ميكر سيلز هينتقل الى سائر اجزاء الهارت ويعمل فيه اكشن بوتنشال يعقبها كونتراكشن وبعد الكونتراكشن ريلاكسيشن. يعني باستمرار القلب عمال يعمل ايه؟ كونتراكشن ريلاكسيشن. بنسمي الكونتراكشن ده سيستول وبنسمي الريلاكسيشن دايستول، مش مهم دلوقتي. طيب يبقى الاشارات اللي عماله تطلع من البيس ميكر سيلز دي بصوره ريجولار عماله تخلي القلب يعمل contraction followed by relaxation، contraction followed by relaxation طول ما احنا عايشين. كيف يحدث هذا؟ ارجوكم بقى كل واحد كده يشحذ الهمه ويستدعي عوامل التركيز ويبعد عن ذهنه هواجس الشيطان ونفهم مع بعض كيف يحدث هذا الموضوع. قبل ما ابتدي اتكلم هيحصل ازاي؟ انا عاوز اسالكم سؤال. يا رب الاقي التعبيرات اللي على وشكم ان انتوا عارفين اجابتها. السؤال هو، هو احنا لما بنيجي نعمل استيميليشن للنيرف مثلا، انتوا عارفين ان في ريسك من البرين بوتنشال، وبعدين الاستيميلس بيعمل ديبولاريزيشن اوف ذا برين لغايه فايرنج ليفل، وبعدين يحصل رابيد ديبولاريزيشن فولد باي رابيد ري بولاريزيشن. طيب دور الاستيمولس اللي انا حطيته هو ايه؟ انه يوصلني من الريسك ميمبرين بوتنشال لغايه الفايرنج ليفل. وصلنا للفايرنج ليفل، ما يحدث عقب هذا ليس للاستيمولس في اي فرض ولا دور، مش كده؟ حلو قوي. يبقى عشان يحصل اكشن بوتنشال لازم يحصل ايه؟ ديبولاريزيشن من الريستنج فاليو لغايه فايرنج ليفل. الكلام ده بيحصل في النيرف الاستيمولس اللي بحطه. لكن في البيس ميكر سيلز زي الاس اي نود اللي هيبان قدامنا الكلام ده بيحصل لوحده. بيحصل بدون تدخل اي قوه خارجيه. سبونتينيوس. هنشوف بيحصل ازاي وازاي بيتكرر.
في بداية القصة بيكون الممبرين بوتنشال بتاع البيس ميكر سيلز اللي في الاس اي نود مثلا قيمته ناقص 60 ملي فولت، ناقص 60 بس مش ناقص 90 ولكن هذه القيمة ليست مستقرة. يعني في البيس ميكر سيلز ليس هناك ما يمكن اطلاق عليه اسم ريستنج ممبرين بوتنشال. هو في بداية القصة بيكون الممبرين بوتنشال ناقص 60 ملي فولت ولا يكون ثابتا على هذه القيمة لو سمحت. هو تدريجيا بيقل ناقص 60 ناقص 50 ناقص 40 وهكذا. يعني بيمشي زي ما هو باين قدامكم كده. بيبتدي يحصل جراديوال ديبولاريزيشن من ماينس 60 لغاية ما يصل إلى الفايرنج ليفل. اللي هو قيمته ناقص 40 ملي فولت. هو ده المفتاح. هي دي الحته اللي كان بيقوم بيها مين؟ الالكتريكال ستيمولس النيرف كان يوصلني من الريسنج فاليو للفايرنج ليفل. هنا الكلام ده بيحصل لوحده، بيحصل ازاي هقول بعد دقيقه، بس انا هوصف ما يحدث بالفعل الاول وبعدين نشوف كيف هيحدث. يبقى بيحصل جراديوال دي بولاريزيشن لغايه ما نصل الى فايرنج ليفل. وعندها بيبدا رابيد دي بولاريزيشن كده يعقبه رابيد ريبولاريزيشن كده والريبولاريزيشن بيوصل لغايه كام؟ لغايه ماينس 60. وعندها تبدا رحله جديده ان الممبرين يرجع يلف تاني من ماينس 60 لناقص 40 بعدين يعمل اكشن بوتنشال في دي بولاريزيشن وريبولاريزيشن والريبولاريزيشن يوصل لناقص 60 يتوقف عند كده ويبتدي تاني رحله الديبولاريزيشن. مفتاح الموضوع في المرحله دي طبعا انتم ملاحظين ان اتكتب على المراحل دي ارقام غريبه كده. بنسمي المرحله دي فيز 4 وبنسمي دي فيز 0 وبنسمي دي فيز 3. فيز 4 دي از جراديوال ديبولاريزيشن من ماينس 50 تو ماينس 40 اللي هو الفايرنج ليفل. وفيز 0 هو الرابيد ديبولاريزيشن. وفيز 3 هو الرابيد ريبولاريزيشن. يبقى اكن الاكشن بوتنشال اللي هيحصل في الاس اي نود مكون من كام فيز؟ 3 فيز 4 وفيز 0 وفيز 3. يبدو كلام غريب جدا ان ابتدينا في فيز 4 وبعدين فيز 0 وبعدين فيز 3 امال فيز 2 فين؟ مش هقدر ارد عليكم دلوقتي. هرد عليكم المحاضره الجايه. بس دلوقتي معلش اكيد ده اسمه علي وده اسمه محمود وده اسمه حسام. خلوهم مجرد اسامي لغايه المحاضره الجايه. يبقى احنا دلوقتي اللي مطلوب مننا ان احنا نفهم كيف تحدث هذه الاحداث؟ ازاي الممبرين لوحده كده بيحصل له ديبولاريزيشن لغايه الفايرنج ليفل؟ وبعدين عند الفايرنج ليفل ايه اللي بيحدث عشان يحصل الرابيد ديبولاريزيشن؟ وبعدين ماذا يحدث ايضا عشان يحصل الرابيد ريبولاريزيشن؟ خليكم معايا كده. عند الممبرين بوتنشال اللي قيمته ناقص 60 في سبيشال تايبس اوف تشانلز مش موجوده غير في البيس ميكر سيلز. هذه التشانلز بتفتح عند ناقص 60 ملي فولت. التشانل دي بتفتح ايه؟ عند ناقص 60 ملي فولت. وساعة ما بتفتح بتمرر دي بولاريزنج كارنت. يعني ايه دي بولاريزنج كارنت؟ يعني تيار كهربي محمولا على ايونات بتخش من بره لجوه موجبه يعني تعمل ديبولاريزيشن مش كده؟ لما في شحنات موجبه تخش من بره لجوه اقول ان في تيار كهربائي داخل من بره لجوه. تمام. نسمي التيار الكهربائي او الالكتريك كارنت باتجاه الشحنات الموجبه. فدخول بوزيتيف ايونز من بره لجوه
معناها انه في كارنت داخل من بره لجوه، مش كده؟ كارنت ده عباره عن ايه؟ شحنات موجبه محموله على ايه؟ على الصوديوم ايون، محموله على الصوديوم ايون. يبقى اكن بدايه حدوث البولاريزيشن دي سببها ايه؟ سببها انه عند ناقص 60 في سبيشال membrane channels which conduct an inward current، تيار كهربائي داخل بيحمل positive charge محموله على الصوديوم ايون، يعني بالبلدي كده صوديوم بيخش. We call this funny current، بنسميها ايه؟ funny current. funny يعني ايه؟ مضحك. في اللغه الانجليزيه الدارجه لما واحد يشوف حاجه غريبه او مثيره للتهكم يعني او الاستعجاب يقول لك ايه؟ This is funny. ايه ده؟ هو ده اللي حصل هنا لاسباب هقولها لكم بعد خمس دقائق. بس المهم نعرف انه عند ناقص 60 في channels بتمرر positive charges من بره لجوه، يعني هي دي polarizing current محمولا على الصوديوم ايونز mainly. هذا الكرنت اللي بيخش من بره لجوه شحنات موجبة هتعادل شوية من السالب اللي جوه، يعني تعمل depolarization of the membrane، يبقى هتبتدي رحلة depolarization لغاية ما نصل إلى تقريبا ناقص 50 ملي فولت. وعند ناقص 50 ملي فولت مش بس الفاني كارن ده بيبقى شغال بقى، ده في نيو شانلز كمان بتفتح عشان تساعد. هذه الشانلز بتمرر كالسيوم ايونز بنسميها ترانزيانت كالسيوم كارنت. ترانزيانت كالسيوم كارنت يبقى عند ماينس 50 في مجموعه ثانيه من الشانلز في الممبرين بتفتح. الشانلز دي بتسمح بمرور مين؟ كالسيوم. هذه الشانلز هي كالسيوم شانلز بتمرر كالسيوم كارنت داخل من بره لجوه. طبعا مش غريبه عليكم، ليه؟ لان الكالسيوم بره تركيزه عالي وجوه زي ما اتفقنا تركيزه واطي. فتحت الشانلز دي الكالسيوم هيخش. طب والكالسيوم شانل مش رايحين شكلها ايه؟ بوزيتيف. يبقى برضه هيكمل رحله الديبولاريزيشن، مش كده؟ يقوم متراقب من ناقص 50 لغايه ما نوصل لناقص 40 اللي هو الفاير ليفل. مين اللي مسؤول؟ الفاني كارنت والترانزيانت كالسيوم كارنت. الفاني كارنت نبتدي وبعدين كمل معاه مين؟ الترانزيانت كالسيوم كارنت. وصلوني الى ناقص 40. كويس. يبقى المفتاح، خدوا بالكم من التعبير ده، المفتاح اللي ابتدى الموضوع هو مين؟ الفاني كارنت هو اللي ابتدى وبعدين فتح الترانزيت كالسيوم كارنت. وصلنا ناقص 40، وعند ناقص 40 اللي هو الفايرنج ليفل بيتفتح نوع جديد من الشانلز اسمهم لونج لاستنج كالسيوم شانلز. من اختصارهم اهو لونج لاستنج اللي يعني كالسيوم كارنت. حرف اي ده مكتوب عندكم في الكتاب ومكتوب هنا، حرف اي ده يرمز الى كارنت، تيار كهربائي في الفيزياء في اللغه الانجليزيه دايما بيرمز ليه بالحرف اي. فاي يعني كارنت، عشان كده ده اي اف يعني فاني كارنت، ده يعني ايه؟ ترانزيان كالسيوم كارنت، ده يعني ايه؟ لونج لاستنج كالسيوم كارنت. عن طريق فتح لونج لاستنج كالسيوم شانلز بتفتح عند كام دي؟ ماينس 40 صح. وتبتدي تدخل كالسيوم تقوم تعمل فيز زيرو. يبقى فيز زيرو سببها ايه؟ دخول كالسيوم من خلال ايه؟ اللونج لاستنج كالسيوم شانلز. يبقى احنا عندنا كام نوع من الكالسيوم شانلز؟ نوعين، ترانزيانت ولونج لاستنج. الترانزيانت بيلعب دور في ايه؟ في الانيشال ديبولاريزيشن ده،
اللي نتفق مع بعض دلوقتي ان احنا هنسميه the pre-potential. هنسميه the pre-potential. يبقى المرحلة الاولى اللي هي phase 4b we call it pre-potential. مسؤول عنها مين؟ يبتديها الفاني كارت وبعدين تكمل معاه الترانزيان كالسيان كارت. يوصلوني للكارين ليبل ماينس 40. عندها اللونجست ان كالسيوم شانلز تفتح تدخل كالسيوم كارنت يعمل فيز زيرو. اثناء فيز زيرو ده هتحدث تغيرات هقول لكم عليه، بس الاول لازم اعلق على فيز زيرو ده. دخول الكالسيوم من خلال اللونجست ان كالسيوم شانل دي بطيء نسبيا، مش زي دخول الصوديوم في الفاست صوديوم شانلز اثناء الاكشن بوتنشال في النيرف. فاكرين انتم في النيرف لما كنا بتوصلوا للفايرنج ليفل كان بيفتح ايه؟ صوديوم فولتج فيتد شانلز، ودي بتدخل صوديوم بقوه وسرعه شديده جدا. عشان كده الديبولاريزيشن في النيرف كان ايه؟ فيري رابيد، يعني بيطلع تقريبا كده راس الكوع. لكن دايما انتم ملاحظين هنا ان الفيز زيرو اللي هو الديبولاريزيشن اتس سلوور، ابطا شويه، يعني السلوب بتاعه مش فيرتيكال كده، لا ده مايل شويه، يعني جراديوال. ناشئ من ايه الكلام ده؟ من ان اللونج لاستنج كالسيوم شانلز بتمرر الصوديوم من بره لجوه بس بايه؟ بالراحه واحده واحده. فيقوم الديبولاريزيشن يبقى جراديوال. كويس. وعشان كده الاكشن بوتنشال ده اللي بيحدث في الاس اي نود او الكيس ميكر سيلز بيطلق عليه ذا سلو ريسبونس اكشن بوتنشال. بيطلق عليه سلو ريسبونس. سلو ريسبونس اشاره لاني مرحله فيز زيرو. فيز زيرو بطيئه شويه جراديوال، السكوب بتاعها قليل شويه، سرعتها محدوده. طيب اثناء الفيز زيرو ديت اللي هو الديبولاريزيشن فيز بتحدث حاجتين. الفاين كارنت شانلز والترانزيان كالسيوم شانلز دي بتقفل. يبقى اثناء فيز زيرو التو شانلز اللي كانوا شغالين في فيز في كده اربعه اللي هو البري بوتنشال قفلوا. وسابوا مين اللي شغال لوحده؟ اللونج لاستنج كالسيوم شانلز. دخل الكالسيوم عملت الديبولاريزيشن لغايه هنا. وفي المرحلة الأخيرة بتاعتها يعني أول ما بتقرب من البيك دي اللي بتبقى تقريبا عند الزيرو فولت أو بلس 10 ملي فولت بيتفتح الممبرين بوتاسيوم شانل. بيتفتح إيه؟ بوتاسيوم شانل. متوقعين طبعا عشان هي بتعمل إيه؟ البيبولاريزيشن. بس الحقيقة البوتاسيوم شانل اللي بتبقى بيس ميكر سيل ليها اسم لازم تعرفوه، اسمها delayed rectifying potassium channel. اسمها ايه؟ delayed rectifying potassium channel. يبقى delayed rectifying potassium channel بتبتدي تفتح امتى؟ في نهايه فيز زيرو. وفي نهايه فيز زيرو delayed rectifying potassium channel فتحت، اما البوتاسيوم ابتدى يتحرك منين لفين؟ من جوه لبره، صح؟ يعني ايه؟ الريبولاريزيشن. يبقى اكن الريبولاريزيشن اللي هو المرحله 3 دي سببها ايه؟ اوتورد كارنت، يعني خروج شحنات موجبه من جوه لبره. الشحنات اللي انشال على مين؟ بوتاسيوم اينز. بوتاسيوم خرج من جوه لبره بفضل فتح مين؟ الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يفضل البوتاسيوم يخرج لغايه ما الممبرين بوتنشال يوصل الى ماينس 60. وعند ماينس 60 يحدث التالي، ان الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل دي جراديولي بتقفل. يعني هي كانت ابتدت تفتح عند الديبولاريزيشن هنا، ابتدت تخرج بوتاسيوم، فالممبرين ابتدى يتعدل، يعني يحصل له ريبولاريزيشن. لما بنوصل لناقص 60 ملي فولت يحدث حدثين مهمين. الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانلز
تقفل التدريجيه. ومين اللي يفتح؟ الفاني كارنت. مش احنا قلنا الفاني كارنت بتفتح هنا؟ فتحت الفاني كارنت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ نيو فيز 4 لغايه ما يوصل ناقص 50 يفتح معاه ترانزيان كالسيوم كارنت يوصلني للفايرنج ليفل، يفتح لونج لاستنج كالسيوم كارنت يعني ديبولاريزيشن. اثناء الديبولاريزيشن الفاني كارنت والترانزيان كارنت قفل، والديليد ريكتيفاين البوتاسيوم شانل ابتدت تفتح. فتح البوتاسيوم شانل يبتدي رحله الريبولاريزيشن، وهي بتحصل الريبولاريزيشن كمان اللونج لاستنج كالسيوم كارنت دي خلاص ملهاش لازمه ابتدت تقفل. يبقى اثناء رحله الريبولاريزيشن الديليد ريكتيفاين البوتاسيوم شانل فاتحه بتعمل اوتورد كارنت يعمل ريبولاريزيشن وتقفل الكالسيوم شانل اللي هو اللونج لاستنج كالسيوم شانل. الريبولاريزيشن يستمر لغايه ماينس 60. عند ماينس 60 الديليد ريكتيفاين البوتاسيوم شانل عند المهمه بتبتدي تقفل، والصوديوم فاضي كارنت ده ابتدى يفتح تاني، يقوم الممبرين يبتدي يدخل صوديوم من الاول يعمل ديبولاريزيشن جديد. شفتوا الموضوع ماشي كونتينيوس ازاي؟ مش هيتوقف في حاجه انفراجت، تبتدي وتكمل وتبتدي من جديد. اخر نقطه هنا زي اول نقطه هنا، يبقى يبتدي فاني كارنت جديد. يبقى اكن البيس ميكر بوتنشال مكون من ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي بنسميها البري بوتنشال او فيز 4، ودي بيتعاون فيها بيبتديها الفاني كارنت ويكمل معاه ترانزيان كالسيوم كارنت. الاثنين مع بعض يوصلوني الى ماينس 40 اللي هي الثريشولد او الفايرنج ليفل. عندها اللونج لاستنج كالسيوم شانل تفتح تقوم تعمل فيز 0 اللي قلنا ده الرابيد ديبولاريزيشن اللي في الحقيقه مش رابيد قوي، ابطا من فيز الرابيد ديبولاريزيشن في بقيه الكاردياك ماسلز او في النيرف او في السكيلتال ماسل. عشان كده بنسمي الاكشن بوتنشال اللي قدامنا ده على بعضه ذا سلو ريسبونس اكشن بوتنشال. كويس. طيب في حاجه قلت لكم هقولها لكم بعد خمس دقائق. حكايه ايه فاني كارد دي؟ واحده بنهزر؟ لا بنتكلم جد. هم سموها فاني ليه؟ انتوا واخدين في النيرف وفي المصري ان الصوديوم فولتج جيتد شانل بتفتح بالديبولاريزيشن ولا بالريبولاريزيشن؟ بالديبولاريزيشن مش كده؟ يعني لما الممبرين بوتنشال يحصل له ديبولاريزيشن ده بيفتح صوديوم فولتج جيتد شانل. طب ايه رايكم في الشانل بتاعت الفاني كارنت؟ هي بتفتح بالديبولاريزيشن ولا بالريبولاريزيشن؟ ده هي فتحت مع حدوث الريبولاريزيشن مش كده؟ لما الممبرين وصل لناقص 60، يعني هي بتتصرف بطريقه عكس المتوقع. بتفتح لما الممبرين بوتنشال يحصل له ريبولاريزيشن وهي بتعمل الديبولاريزيشن، مع انه في النيرف في السكيلتال ماسل الصوديوم شانل كانت بتفتح امتى؟ لما نعمل احنا ديبولاريزيشن. فالفاني كارنت شانل دي ار فاني بيكوز دي ار ستيميليتد اور اكتيفيتد باي ريبولاريزيشن، ولما يتفتحوا هم يعملوا ديبولاريزيشن. مختلفين خالص عن الكالسيوم الصوديوم شانلز اللي موجود في بقيه الجسم. بقيه الجسم الصوديوم شانلز اللي بتعمل الديبولاريزيشن بتفتح باي ديبولاريزيشن، فهم عكس الموجود في بقيه جسمنا. عشان كده اللي اكتشفوهم قالوا ايه ده ذيس از فيري فاني، ايه ده الصوديوم شانلز دي بتفتح مع الريبولاريزيشن. فاللي قالها كده اول مره زمايله ابتدوا لما يتكلموا عليها يقولوا ذيس از فاني كارنت. الاسم نزل فيها وبقت لغايه دلوقتي تعرف باسمها الفاني كارنت. اتفقنا؟ اخر كلمتين هقولهم قبل ما اسيبكم وامشي، هو ماذا نعني بالاوتوماتيسيتي والريتميسيتي. اوتوماتيك يعني ايه يا ساده؟ اوتوماتيك يعني حاجه بتشتغل لوحدها. اوتوماتيسيتي مينز
heart can initiate its own contractions independent of external stimuli. مش الكلام كده يبدو مقنع بقى؟ لان هو اللي بينشئ الاكشن بوتنشال بتاعه، والاكشن بوتنشال هيعمل كونتراكشن، يعني القلب الكونتراكشن بتاعته اوتوماتيك شغاله منه، مش معتمده على توجيهات من اي جهه خارجيه. This is what we call automaticity. The heart is an automatic structure. يفضل يشغل نفسه. طب والريزميتي يعني ايه؟ عارفين ريزم يعني؟ ايقاع. ايقاع يعني ايه؟ يعني حدث بيتكون او بيتكرر بصوره منتظمه بين كل حدث واللي بعده فتره زمنيه ثابته. مش القلب بيعمل كده؟ طبعا. لان الاشارات زي ما شفنا هنا ابتدت كملت وبعدين ابتدت تاني هتعمل نيو اكشن بوتنشال وبعدين تبتدي تاني، فالاكشن بوتنشال عمال يطلع بصوره متكرره على فترات زمنيه متساويه. اذا القلب عنده ايقاع. The heart can beat regularly بصورة منتظمة. لو أي حد منكم كده حط إيده على قلبه يلاقي ضربات القلب إيه؟ منتظمة. يعني من كل دقة والدقة اللي بعدها فترة زمنية ستة تقريبا. اللي يلاقي غير كده يبقى عيان ويبقى يجي يقول. أوكي؟ يبقى أوتوماتيسيتي يعني القلب أوتوماتيك. ريزميتي يعني القلب ريجولر. والاثنين دول سببهم ايه؟ البيس ميكر بوتنشال. البيس ميكر بوتنشال ده بيطلع منين نورمالي في الهارت؟ بيطلع نورمالي في الهارت من الاس اي نود. السبب ايه؟ واهميه ده ايه؟ نكمل بكره ان شاء الله وعليكم خير.